الحمد لله صراحة احنا فرحانين بهذا التتويج، جا بعد واحد المجموعة ديال التربصات اللي قمنا بها، ويعني استراتيجية ديال تطوير الفوتسال عامة في المغرب. هذه على 4 سنين وحنا خدامين على هذه المسائل هذه، والحمد لله أكدنا القوة ديالنا إفريقيا واليوم عربيا، وكانت إشادة كبيرة من المتتبعين والمنظمين، وشفتوا القوة ديال المنتخب المغربي على جميع الأصعدة هجوميا دفاعيا وكذلك في الجوائز الفردية. فما علينا إلا الحمد لله ونهديو لهذا الفوز هذا للجمهور المغربي كافة.